سنان انزل لعندي. انزل يلا سنان. عم اقول لك انزل سنان. لا تجل، خلصنا. هذا انت؟ وين بنتي؟ وين؟ الله ياخذك ويريحنا. خيريه، اذا بتعرف وين سيفدا خبرنا لنخبر الشرطه، وبطولاتك الغبيه ما بتعملها هلا لانه مو وقتها ابدا. ليش لتورط سيفدا بمشاكلك ومصايبك؟ اسكتوا. اهدي مشان الله. علي، تعرف شو يعني اب ما هيك؟ يعني انا مستعد احرق الدنيا كلها كرمال بنتي. يكون بعلمك اذا بنتي ما بترجع اليوم على البيت بالسلامة، اذا سيفدا ما رجعت انا لحالي رح اتصرف بلا ما تهدد. شوفي خبروا الشرطة، بدي بنتي. خير شو صار؟ خبروا الشرطة بسرعة. الله طولي بقى. بابا كيف خليته يمشي هيك؟ بدي شوي بترجعيني. الله يعين قلبك. اعطوها كاسة مي حرام. طلبوا الشرطة. طولي بقى. بدي شوي خالد. طلبوا الشرطة مشان ترجع لي بنتي. طلبوا الشرطة. طولي بقى. خالد خلص لا تقلقي. رجعوا لي بنتي. شو حكيت مع علي؟ اللي لازم ينحكى. يلا نزل. لوين؟ نزل على بيتنا. بعتقد امي وابي لازم يعرفوك بعد ما انقذت لهم بنتهم، مو هيك؟ بترجاك وتسببت له بألف مشكلة، بس هو حل كل المشاكل. انت هيك عم تضيع وقتك ووقتنا. هات طيار وخود البنت. فيدات، طيار مانو معي. ليش ما عم تفهم؟ اذا هيك البنت مانا معي. تفضلي خبري للشيخ علي انه مانك معي. علي علي مشان الله دير بالك، هدول بدهم يقتلوك. سيفدا ازوكي شي؟ الو سيفدا. هيك حاجتك. فيدات اللي وين انت وبيجي لحالي. ما في مجال. مثل ما سمعتك صوته وطمنتك، خلال ساعة بدك تكون عم تسمعني صوته لطيار، وإلا رح تكون هي آخر مرة بتسمع صوته. صحيح. ليك إذا ما بتترك لسيف ده هلأ رح أمسحكن من على وش الأرض. أنا بعرف كتير منيح شو يلي عملته وشو يلي بتقدر تعمله، بس للأسف انت اللي ما بتعرف أنا شو ممكن ساوي. إذا بيموت طيار أنا ممكن أقتلها لهي البنت وأقتلك بلحظة واحدة. إذا بهمك تشوف وشها مرة تانية بتنفذ يلي طلبته منك. معك ساعة واحدة. بحلف لك ما بعرف وينه طيار، أنا ما عندي علم. حدا مثلك مو حلوة بحقه يحلف كذب. اسأل يلي كان معك بالمقبرة ويلي بعته ليخطف طيار بيجاوبك. كان معي بالمقبرة. السيد كورت. عمي